خالص الشكر والتقدير لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه وحرصه الشديد على تطوير ملف التعليم. تمثل ذلك في الدعم الكامل الذي حظينا به منذ وضع اللبنات الأولى لرؤية الوزارة لمواجهة التحديات الخاصة بتطوير التعليم. الشكر موصول لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي على ما قدموه من جهود بناءة في تعاون وثيق مع وزارة التربية والتعليم للخروج بهذه الرؤية، وقد رعي أثناء إعدادها أن تتماشى مع تطلعات مثلث العملية التعليمية وترفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية. خلال الفترة القادمة وبمعنى آخر وأكثر وضوحاً، هدفنا إلى تقديم نموذج تعليمي يضاهي النماذج الدولية ذات الترتيب العالمي في جودة التعليم. واسمحوا لي أن أبدأ في عرض الرؤية اللي احنا ابتدينا بيها. أول حاجة، احنا ابتدينا عندنا حالياً 25 مليون طالب، عندنا في مصر موجود 550 ألف فصل، الوزارة في احتياج ل 250 ألف فصل جديد، عدد المعلمين 843 ألف معلم تقريباً، وعندنا عجز في 469 ألف معلم. طيب، احنا جاءت الرؤية في الوزارة ان احنا اهم المبادئ اللي احنا عايزين نرسيها هي بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، ارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار. طيب، احنا اول في الفترة اللي فاتت الحقيقة لفينا، رحنا اكتر من 10 محافظات، قابلنا أكتر من 200 مدير إدارة تعليمية، قابلنا كتير جدا من المدرسين ومدير المدارس وقادة التعليم اللي مسؤولين عن التعليم في المحافظات على أرض الواقع. لقينا تحديات موجودة بالنسبة لنا، أربع تحديات أساسيين، اللي هو العجز في أعداد المعلمين، الكثافات الطلابية في الفصول وصلت في بعض الفصول لأكثر من 200 طالب، لقينا ارتفاع نسب الغياب في المدارس خاصة المدارس الثانوية بنسبة كبيرة جدا، إعادة هيكلة التعليم الثانوي وهنتكلم عليه في الآخر، إن التعليم الثانوي عدد المواد اللي بتدرس كبيرة جدا وهنتكلم عليه في آخر حاجة. طيب، نبتدي بعجز المعلمين. بعجز المعلمين أول حاجة فيه إن إحنا نستكمل المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، وإحنا مكملين فيها. تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15-2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة طبقا لاحتياج كل إدارة تعليمية، الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والتضامن، وبعض الحلول الفنية اللي أنا هطرح يعني أحد هذه الحلول، يعني ده أحد الحلول الفنية اللي موجودة عندنا. الحل الفني ده إن إحنا سنة 2023-24 اشتغلنا 23 أسبوع دراسي، وكان عندنا، أنا بدي مثل على مادة اللغة العربية، فاشتغلنا 23 أسبوع، كان عندنا عدد حصص 12 حصة. انا اسف، تمام. كان عندنا في 23-24 اشتغلنا 23 اسبوع دراسي، كان عندنا 12 حصه عربي، او ده ماده اللغه العربيه، كنا بندرس 12 حصه في الاسبوع، كان زمن الحصه 45 دقيقه، عملنا 207 ساعه في العام الدراسي بالكامل في هذا الامر. جينا في اللي هنعمله ان شاء الله في 24-25 ان احنا هنزود عدد ايام التدريس الى 31 اسبوع. هنزودهم ازاي؟ احنا العام الماضي ابتدى موسم الامتحانات في 28/12 في الفصل الدراسي الاول، هنأخره لان طبعا كان ده فيه مشكله دايما ان الولاد بتبتدي امتحانات في اسبوع وبعدين بتقعد شهر ونص اجازه في البيت، وده بيعمل فقد تعليم كبير جدا، فهنبتدي الامتحانات ان شاء الله في 11 يناير. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا في اخر السنه كان بدايه امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتبتدي يوم 25 ابريل بعد اجازه 25 ابريل وبتخلص على طول بعديها باسبوع، احنا هنبتدي الامتحانات 22 مايو ان شاء الله. فكده يبقى عمل الفرق في عدد الاسابيع. لو عملنا الفرق في عدد الاسابيع الدراسيه ده، تمام، لو عملنا ده في عدد الايام الدراسيه، في عدد الاسابيع الدراسيه يبقى 31 اسبوع. النصاب بتاع المعلم في الاسبوع هينزل من 12 ل 8، هنزود الحصه 5 دقائق، هيبقى عندنا 207 ساعه، نفس عدد الساعات اللي الولاد
بتدرسها. في هذا الوضع نصاب المعلم لو كان المعلم بياخد فصلين في 12 حصة ب 24 أصبح نصاب المعلم 3 فصول في 8 في 24، ده يرفع قدرة التدريس عندنا 33%. يعني ببساطة لو احنا عندنا 200 ألف معلم بقوا 300 ألف معلم في هذا الإجراء دون المساس بعدد الساعات الدراسية السنوية. ده أحد الحلول الفنية، طبعا في حلول فنية أخرى لعجز المعلمين بس احنا ادينا مثل على ده. طيب نخش على عجز آسف على الكثافات الطلابية. عندنا الكثافات الطلابية في بعض المناطق وصلت إلى 200 طالب وأكثر، 150 و160 أرقام متداولة وموجودة عندنا. طيب لقينا إن احنا نواجه هذا الأمر، احنا عايزين نوصل لعملية تعليمية جيدة فيها مدرس قادر يعمل عملية تعليمية أو يدرس داخل الفصل. عشان نوصل لده محتاجين إن عدد الطلبة اللي جوه الفصل طبعا تنزل، مفيش مدرس يقدر يدرس لا 80 ولا 90 طالب جوه الفصل والنتيجة مش هتبقى نتيجة جيدة. فالحقيقة اشتغلنا على 4 محاور رئيسيين ولقينا ان كل ادارة تعليمية في مصر لها طبيعة خاصة. احنا عندنا 300 ادارة تعليمية، كل ادارة مختلفة وكل ادارة لها حلول مختلفة عن الادارة الاخرى. فالحقيقة بعد ما قعدنا مع مسؤولي التعليم ومديري الادارات وقعدنا معهم وبحثنا معهم الحلول، بقى في انا بدي برضو بعض النماذج للحلول اللي احنا اشتغلنا عليها، بس في نماذج تانية مختلفة في ادارات مختلفة. طيب عندنا اول حاجة لقينا بعض الفراغات في المدارس قلنا ان احنا نستغلها افضل استغلال ليها. مثال ان احنا هدي امثله برضو، ان احنا لقينا عندنا في فصول متحوله الى غرفه كنترول. الكنترول احنا بنستخدمه اسبوعين في السنه في وقت الامتحانات، فالحقيقه حولنا الكنترول الى فصل دراسي وخدنا الكنترول حطيناه في اوض اداريه. طبعا كل ده بناء على خطه مبنيه مع هيئه الابناء التعليميه، وابتدينا نشوف ايه الفراغات المستغله اللي احنا نقدر نشتغل عليها، واشتغلنا عليها في الفراغات وطلع بعض الفراغات اللي احنا قدرنا ان احنا نحولها الى فصول طبقا لخطه الابناء التعليميه. الحاجه الاخرى ان احنا الحقيقه عندنا المدارس الثانويه الدوله مجهزاها تجهيز جيد جدا، فيها سبورات ذكيه على اعلى مستوى وعندنا 2500 مدرسه، والمدارس الثانويه مساحتها اكبر وفيها وصل لها شبكه انترنت جيده جدا، فصول فيها كاميرات متوصله. انا مش عايز اقول ان يعني المدارس الثانويه عندنا تكاد تكون تجهيزاتها افضل من نسب كبيره جدا من المدارس الخاصه اللي موجوده. فالحقيقه احنا كنا عايزين نستغلها استغلال افضل استغلال، فعملنا برضو خطه مع هيئه الابناء التعليميه وهتبان في محافظه القليوبيه اللي احنا جايبينها نموذج. عملنا خطه ان احنا احد الحلول برضو ان احنا في مسافه كيلو بخطه موضوعه ان احنا نحرك بعض المدارس الاعدادي تبقى مع المدارس الثانوي، وبالتالي هنفضي المدارس الاعدادي ان هي تبقى كاننا خلقنا مدارس جديده بنسب كبيره جدا. احد الحاجات الاخرى ان احنا بعض الانظمه الدوليه اللي موجوده بره بتشتغل بحاجه اسمها الفصل المتحرك او الروتيتي، ان يعني ما معناه ان صاحب الفصل هو المدرس وليس الطلبه هم اللي اصحاب الفصل. فالحركه اللي احنا بنتكلم فيها في هذا الامر برضو الموضوع ده يعني مثال صغير برضو، لو احنا عندنا 4 فصول وحركنا فصل باستمرار بيبقى احنا عندنا 3 فصول بيتقسموا على الاربع فصول، وده برضو احد النماذج اللي احنا بننزل بيها الكثافات. طيب وعندنا برضو اليوم النشاط التبادلي، ان يوم النشاط احنا كنا بنشتغل 4 ايام ويوم نشاط زياده، لو حركنا يوم النشاط ده بقى مختلف برضو هنوفر جزء كبير جدا من المسافات من الكثافات. طيب احنا لما وصلنا لده هدي نموذج بس عشان يبقى ايه احنا بنشتغل على ارض الواقع، ده برضو بعض الشرح لهذه الامور. طيب خدنا محافظة القليوبية كنموذج ونفذناه على الأرض وحولنا المدارس فيه. لما خدنا محافظة القليوبية ده جزء من الخطة اللي وضعتها هيئة الأبناء، وهي خطة استرشادية وليست إجبارية لمديرين الإدارات، هم المسؤولين عن التنفيذ. الخطة الاسترشادية دي هم بياخدوا بيشتغلوا على الجي بي اس بالشكل ده وبيطلعوا كل مدرسة ورقم تعريفي، ولو احنا عوزنا نحرك جزء من مدرسة إلى مدرسة أخرى لازم في محيط كيلو لا يتعدى محيط كيلو، وبيبقى أمر استرشادي وبالتوافق مع مديرين المدارس لمديرين الادارات التعليميه. فعملنا ده نموذج من احد الكثافات في مدينه بنها. طيب لما جينا محافظه القليوبيه طبقنا عليها هذا الامر وطبقنا كل بعض النماذج اللي احنا شرحناها، كان موجود الشكل النسبي لكثافه الفصول كان بنتكلم في 170 مثلا في اداره غرب شبرا الخيمه، وصلنا 40، الخصوص 108، والخصوص كان فيها بعض المدارس اللي احنا بنتكلم فوق ال 220 و230 طالب في الفصل، وصلنا ل 43، وهكذا كل الكثافات اللي كانت موجوده قدرنا نصل لهذه
هذه المتوسطات بتاعت الفصول وهذه ودي متوسطات عدا 6 مدارس. كان بقى عندنا مشكله في 6 مدارس ما زالوا مستمرين، واحده في الخصوص وخمسه في الخنكه. كان متوسط الكثافه 183 بقى 50، انا بتكلم كل اللي فوق 50 يعني، دول كان 105 بقى 50 109 وهكذا، اخر حاجه اخر مدرسه 198 بقت 59، وشغالين عليهم ان احنا ان شاء الله في الفتره القادمه نحاول ننزل فيهم وبرضه بعض الحلول المختلفه الاخرى. عودة الطلبة للمدارس، احنا أهم حاجة في عودة الطلبة للمدارس إيه؟ أهم حاجة بالنسبة للطالب إن الطالب يبقى دايماً عنده إحساس بالنجاح. لازم الطالب وهو جاي المدرسة يبقى دايماً حاسس إن هو جاي ينجح، جاي ينجح في نشاط هيعمله جوه المدرسة، جاي ينجح في إن هو جايب واجب هيعمله جوه المدرسة. لازم يبقى جاي المدرسة وجاي ينجح، جاي عايز المدرس يقول له إن أنت بتنجح، جاي عايز مدرب بتاع مدرس التربية الرياضية يقول له أنت نجحت في المباراة اللي لعبتها، أنت مدرس الموسيقى يقول له أنت اشتغلت كويس في الموسيقى، دايماً الإحساس إن الطالب ينجح هو ده الكرنسي أو هو ده الهدف الرئيسي لحتى للمعلمين وللتعليم، إن إحنا دايماً نحسس الطلبة إن هم بينجحوا، عشان نحسسهم دايماً إن هم بينجحوا عدة حاجات لازم تبقى موجودة جوه الهيكل بتاع التعليم. تمام، من ضمنها ان احنا لازم محتاجين يبقى في اعمال السنه تبقى متقسمه بشكل مختلف ولا وما تبقاش امتحان فقط، لان هو موضوع ان هي امتحان فقط يبقى هو عنده فرصه واحده ان هو يشوف هذا النجاح وهو فرصه الامتحان. فبالتالي قعدنا تقسيم اعمال السنه بشكل مختلف شويه، حطينا بعض كراسات يعني حطينا لهم جزء على الواجب، جزء على كراسه الحصه، جزء على اختبار اسبوعي، بحيث ان الولد يبقى دايما شايف نجاح ومستمر مع النجاح. وعملنا الحقيقه حاجه اسمها لائحه، كان في لائحه الانضباط، عملنا حاجه اسمها لائحه التحفيز، يبقى دايما في تحفيز للولاد ان هو دايما لما يؤدي عمله لما يبقى هو ملتزم يبقى دايما عنده في لائحه تحفيز. اعاده هيكله التعليم الثانوي، تمام، اعاده هيكله التعليم الثانوي. والحقيقه هي احنا بس انا حابب ابص على نبتدي هنا في الجزء ده ان احنا لنا رؤيه ان عندنا الجيل بتاع الجيل اللي هو ابتدى 2.0 وهو اللي موجود في هيطلع اولى اعدادي السنه القادمه. هذا الجيل يعني اخذ مناهج متطوره جدا وتعلم في مناهج متطوره جدا، واحنا عايزين نكمل على هذا الجيل ان احنا يبقى دايما شايفينه هو جيل المستقبل ان شاء الله. فالحقيقه احنا لما بصينا على هذا الامر لقينا بحثنا موضوع التعليم الثانوي بشكل عام مع مركز البحوث، وبحثناه مع عده دكاتره في كليه التربيه، ووصلنا في الاخر وبحثناه طبعا بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي ومجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي، ان شاء الله مشرفينه هيبقوا معانا هنا. بس لقينا ان احنا عندنا اهم حاجه في الهيكله ان احنا محتاجين نبص على المستقبل القادم في ايه، سوق العمل اللي جاي في ايه. سوق العمل اللي جاي احنا محتاجين يبقى دايما في تدريس ماده البرمجه، العالم كله بيتحول، سوق العمل محتاج لده. فاحنا الحقيقه برضو من ضمن الاستراتيجيات بتاعتنا ان احنا مرتبين ان يبقى موجود ان احنا ندرس ماده البرمجه وندرسها بشكل يتناسب مع اللي جاي في العالم الفتره القادمه. طيب، وعايزين يبقى دايما اهم حاجه بنعلمها الاولاد يبقى عندنا مهارات. طب ايه المهارات اللي احنا نقدر نكسبها للاولاد؟ المهارات بتتبني بطرق التدريس، المهارات ما بتتبنيش بكم المواد العلميه، بتتبني بطرق التدريس. انا بقدر اشغل الاولاد في مجموعه، بقدر اشغل الاولاد بعلمهم تفكير نقدي، بقدر اخلي الاولاد يقفوا يعملوا برزنتيشن، كل دي في طرق التدريس. عشان اشغل ده في طرق التدريس محتاجين وقت. طب انا لو محتاج وقت احنا بنتكلم، طب لو انا محتاج وقت الخطوه الاولى هبص كده على اولى ثانوي انا عندي 10 مواد، العشر مواد اللي موجودين داخل المجموعه زائد اللي بره المجموعه، العشر مواد انا في الاخر عندي 8 حصص في اليوم في 5 ايام في الاسبوع. لو انا عندي هذا الوقت هقدر ادرس فيه 10 مواد وادرس المنهج اللي موجود، والمنهج هو موجود هدي حصتين فيزياء وحصتين كيمياء وحصتين احياء، وانا مطلوب ان انا ادخله معمل واعلم الولاد تفكير نقدي وعلم الولاد يشتغلوا في مجموعه وعلم الولاد يقفوا يعملوا برزنتيشن. طبعا هذا امر صعب جدا، وهذا امر مش يعني عدد المواد ده على الوقت قياس على الوقت اللي موجود في الاسبوع مش متناسب معاه. ولما راجعنا جميع انظمه الدول المتقدمه في التعليم في العالم لقينا ان عدد المواد ده مش موجود في حته خالص، ولقينا كمان ان بعض نظم هذه الدول المطبقه في مصر العدد يعني فرق كبير جدا، ان عندنا 32 ماده تقريبا في المرحله الثانويه، بعض النظم المطبقه في مصر بنتكلم في 8 مواد او 9 مواد او 10 مواد، فالفرق كبير جدا. فاحنا اللي قلناه ان احنا محتاجين المواد الاساسيه هنا تبقى موجوده
فاتكلمنا ان احنا في بعض المواد اللي احنا هنقدر ننزل ندرسها ونضم بعض المواد وبعض المناهج في شكل العلوم، بدل ما بندي كيمياء وفيزياء واحياء بقت علوم متكامله، لقينا برضو بعض المواد نرحلها لسنه ونرجع لسنين. فشفنا هذا الامر عشان ندي المساحه بالوقت، احنا عايزين لكل ماده 130 ساعه تقريبا في السنه، عشان نجيب 130 ساعه عايزين حوالي 5 أو 6 حصص في الاسبوع، لو الحصه 45 دقيقه او 50 دقيقه. لو وصلنا في العدد ده استحال احنا نفسنا ندرس اكتر من كده كمان، بس الوقت لا يسمح بهذا. فالوقت طالما لا يسمح بهذا واحنا محتاجين ننمي المهارات عند الولاد ومحتاجين نعلمهم مهارات، يبقى الوقت احنا محتاجين للمدرس الوقت اللي يشرح فيه. وبعدين سؤال، هل في مدرس بيقدر في الوقت ده بالمنهج ده يخلص التدريس بتاعه داخل المدرسه؟ ده سؤال برضه ايه يعني بيبقى صعب جدا في ظل عدد المواد الكبير جدا ده. فالحقيقه ضمينا المواد في اولى ثانوي واشتغلنا على هذا النموذج. الخطوه الثانيه الصف الثاني الثانوي برضه نفس هذا الفكر، وبرضه هي المواد الاساسيه المطبقه في معظم الانظمه التعليميه العالميه. وده الصف الثالث الثانوي